شهد رئيس الوفد الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى افتتاح منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الآسيوية 17 التي تستضيفها مدينة إنشون الكورية الجنوبية حتى 4 أكتوبر المقبل. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مسابقات ألعاب القوى وبالأخص مشاركات منتخبنا الوطني. والتقى سموه على هامش الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى اللورد سباستيان كوب والسيد أحمد الكمالي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، وتبادل سموه مع السيد سباستيان كوب الأحاديث الودية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، مشيدا سموه بالروابط الأخوية بين البلدين الصديقين. وفي نهاية اللقاء قدم سموه هدية تذكارية لرئيس اللجنة الأولمبية البريطانية عبارة عن مجسم لقلعة البحرين تبين ما تمتلكه من تراث وعراقة عبر مر العصور. اليوم الأول من مسابقة ألعاب القوى شهد التصفيات الأولية لسباق 100 متر الذي شاركت به العداء هاجر العميري والتي حققت المركز السادس في الترتيب العام، كما شاركت العداء الكيمي في التصفيات الأولية لسباق 400 متر والتي حققت فيه المركز الأول لتبلغ الدور قبل النهائي. العداءان أليمو بكيلي وإلبرت روب كانا عند الموعد عندما حققا أول ميدالية فضية وبرونزية لمملكة البحرين في سباق 5000 متر، بينما لم يحالف الحظ اللاعبة نورة جاسم في مسابقة دفع الجلة عندما أحرزت المركز الثامن في الترتيب العام.
تتعدى أروث جيبن، تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية الأولى للبحرين في سباق 3000 موانئ قبل أن تسحب منها ظلماً داعي تعثر إحدى قدميها خارج مسار السباق، رغم أنها لم تتسبب بإعاقة أي لاعبة من زميلاتها وقد تخطتهم بمسافة طويلة. منتخبنا الوطني للدراجات سيخوض يوم غد منافسات سباق الطريق الفردي العام لمسافة 182 كيلومترا بهدف تحقيق أحد المراكز العشرة الأولى. سعادة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، ما هي طموحاتكم من خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رياضة الدراجات طبعا تنطلق منافسات اليوم، ولكن المنتخب راح يبدأ مشاركته إن شاء الله غدا في سباق الطريق. احنا طبعا ما شاركنا اليوم بالسبب الرئيسي أنه طبعا الفترة الزمنية ما بين السباقين بتكون أقل من 24 ساعة، فمن الصعب أن اللاعب يستعد لسباق الغد. طبعا أيضا احنا تصورنا للمشاركة هذه كان أصلا محدد لسباق الغد اللي هو سباق الطريق. سباق الطريق طبعا راح يكون فيه تنافس ما بين الفرق المشاركة، وإحنا يعني نطمح أن ندخل في يعني العشر الأوائل، يمكن 15 الأوائل من أكثر من 40 متسابق. احنا العام النسخة الماضية في جوانزو في الصين حققنا المركز العاشر والرابع عشر، فيعني اللاعبين نفسهم شاركوا في أكثر من بطولة وعندهم خبرة كافية. تبقى الآن ظروف السباق، أحيانا السباق تعرف ممكن يكون في نوع من الصراع ما بين متنافسين، يعني يكون بينهم تنافس من أجل السباق، وإحنا لاعبينا يجب أن يستغلون الفرصة ويشوفون لهم الفتحة أو الفجوة المناسبة للوصول لخط النهاية ويعني تحقيق مركز متقدم. هل ممكن نحقق ميدالية؟ طبعا مثل ما قلت لك الفرص موجودة لجميع الفرق، ولكن طبعا التعامل مع السباق يبقى له في نوع من الخبرة وفي نوع من الأفضلية لبعض يمكن المتسابقين اللي يمكن عندهم نتائج أكبر من لاعبينا. ولماذا اقتصرت المشاركة على سباق واحد؟ طبعا سباق ضد الساعة سباق تخصص يحتاج لإعداد معين ومحتاج إلى خامات معينة للمشاركة فيه. أغلب الدول يمكن مشاركة هني بلاعبين مختلفين عن اللاعبين اللي بيشاركون بكرة،
ولكن معدلات السرعة اللي راح نشوفها اليوم معدلات جدا عالية، محتاجة إلى يمكن برنامج تدريبي طويل، يعني طويل الأمد، على أساس أنه فعلا نحقق معدلات السرعة اللي راح نشوفها اليوم يمكن توصل فوق 50 كيلومتر في الساعة. ما راح يعني نستغرب من هالشيء.